بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا دي فراخ اللي هي ساسو، انا مربيها في البيت، وطبعا هنضفتها معاكم وهوريها لكم ان شاء الله. ودي طبعا انا عملت بصلاية كبيرة ومعاها قرن فلفل اخضر ومعاها حبات قوطة، خلطتهم في الكبة ومع التوابل فلفل وكمون وكزبرة، ودعكتها بقى كده وتركتها ساعة، خليتها كده بجنب، وقمت جايه على الحله، وقمت ايه حطاها، خدت صدمه، ومع ورق راولي وجزر وقوطه وايه والحب وال وحبهان، وسبتها شويه كده وبدات انصب عليها يعني. وطبعا ايه هنشوف هنعمل، هنبدا نعمل ايه اللي هو الايه القلقاس. طبعا انا جبت القلقاس كده وقطعته ونضفته وعملته مكعبات زي البطاطس اهو، وما بليتوش، هو ما بتبلش الا بعد ايه، هقول لكم اهو. هنبدا نعمله كده ونقطعه خرط صغيره زي البطاطس، وعشان نشيل الماده اللزجه اللي فيه دي لازم اسخن ميه واقوم مسقطاه فيها، يا دوبك يشمها، ما سخنوش، اشمها بس يعني، بحيث ان يتحط فيه، يكون الميه سخنه اقوم حطاها فيه كده. هتشوفوا اهو زي ما انا عملت كده، طبعا الميه دي سخنه وانا حطيته فيها كده اهو، هدوب يا دوبك اجهز المصفى واروح ايه على تحت الحوض بقى، اغسله حبه حبه بقى يعني، اشيل المليطه زي ما انا بعمل كده، ادعكه في بعض كده لغايه ما احس ان المليطه الماده اللزجه اللي فيه دي راحت خالص يعني، وابدا انضفه كده خالص. يكون انا ايه نضف خالص وحسيت ان ما عادش فيه الماده اللزجه دي، هيكون انا ايه حطيت الحله برضو وحطيت فيها شوربه وحطيت فيها القلقاس برضو، وجيت على السلق ده، السلق غسلته كويس، قمت جايه في طاسه حطيت شويه زيت، عايزه احط سمنه حطي براحتك، دي رغبات، انا حطيت زيت وعليهم 5 6 فصوص ثوم وادبله كده، وبعد ما ادبله هحطه في الكبه واخلطه وامي سقطه في ايه في زي ما انا عملت كده، هسقطه في بعد ما خلطته في الكبه هنزله في القلقاس واسيبه يغلي بقى، واحط له التوابل بتاعته بقى، ملح وفلفل وكمون، فلفل اسود طبعا، واغطي عليه لغايه ما يستوي يعني، لو عايز ميه شويه شوربه ازود يعني. وهاجي بقى بعد كده اطبخ الرز، هحط في الرز ايه لون اخضر، جديده دي طبعا، هو بتحط بحطه احيانا في الرز بلبن، بحط زي الكركم كده، هو لون زي الكركم، في الوان كتير، في احمر، في كل حاجه، فانا حطيت لون صغيره كده صغننه كده قوي لون اخضر عشان يبقى شكل الاكل يعني عادي يعني، هو مش وحش يعني، هو صحي مش وحش. ويا رب ينول اعجابكم، ودي السفره في النهايه يعني، ويا رب ينول اعجابكم، اذا عجبك الفيديو اعمل اعجاب واشتراك في القناه، ويا رب يكونوا راضيين عن التقديم بتاعي وطريقه الاكل بتاعتي. وده القلقاس في نهايته، في النهايه يعني، والفراخ دي اللي طبعا انا قلنا متربيه في البيت، حلو ما فيهاش ادويه ولا اي حاجه يعني. وشكرا لاستماعكم، ويا ريت الدعم، والله يبارك فيكم جميعا.